لنقاش الموضوع. رحب بضيفنا من كامبريدج الدكتور مكرم مخوري مخول الباحث في الشأن البريطاني. دكتور مكرم مرحبا بك معنا من جديد. إنزال الجيش البريطاني للشارع للمساعدة في نقل وتوصيل الوقود للمحطات، بتصورك هل من شأنه حلحلة هذه الأزمة المتفاقمة في البلاد؟ أهلا بك أستاذ بهاء. لا أبدا، لن تحل هذه الحركة مسألة أو أزمة توفير الوقود في بريطانيا على الإطلاق. هم تكلموا، أقصد الحكومة تكلمت عن بدء نشر 200 عنصر من الجيش البريطاني، فقط 100 منهم هم ممن يحملون رخصة قيادة الشاحنات. هذه لن تحل أزمة الوقود على الإطلاق، وأراها أنها حركة إعلامية فقط للتهدئة من روع الجمهور المتوتر جدا. أستاذ بهاء، الناس غاضبة جدا في الشوارع، انقطعت عن أعمالها، أشغالها، مدارس أولادها، وهم لا يجدون الوقود. ونشر 100 عنصر من الجيش لن تحل على الإطلاق مشكلة أو أزمة حوالي 70 مليون بريطاني. لكن حتى هذه الخطوة ترددت الحكومة طيلة الأيام الماضية في اتخاذها، لماذا بتصورك؟ أولا، لأن الجيش أصلا ليس مخولا وليس من شأنه وليس مدربا لكي يقود شاحنات الوقود. هذه مسألة فيها سلامة أيضا، وتتحمل الحكومة مسؤوليتها فيما لو طرأ أي حادث أو أي مصادمة بواسطة عناصر الجيش على الشوارع. هذه مسألة كبرى. وحتى وإن نشرت 100 عنصر، كما ذكر تقريركم، بريطانيا بحاجة على الأقل إلى 100,000 سائق شاحنة، ليس فقط للوقود، وأيضا لمجيء أو استيراد المواد الغذائية وغيرها على مدار السنة. أستاذ بهاء، العام الأخير، تفضل. معلش لأستغل الوقت معك دكتور مكرم، الحكومة بعد كل هذا التردد عادت لهذه الخطوة الغير هينة كما يراها البعض بالدفع بالجيش لإيصال الوقود للمحطات، لكن سبق ذلك مواقف حكومية حاولت التخفيف من وطأة ما يجري أو من حجمه، والقول بأنه لا أزمة حقيقية في الشارع وبأن الوقود يصل للمحطات. إلى أي مدى عكست هذه المواقف الحكومية انفصالا تاما ربما عن الواقع في الشارع؟ الحكومة طبعا تهدف إلى تلميع صورتها في هذه الأزمة المزرية، ولكن لم تنجح، لأنها تعرف تماما أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك غالبية سائقي الشاحنات الأوروبيين الذين عملوا في بريطانيا سابقا تركوا بريطانيا لأنها لم توفر لهم لا الحماية الاقتصادية ولا حماية الوثيقة والتأشيرات، وبالتالي هم عادوا. والآن تظن بريطانيا أنه بإمكانها بالضغط على زر أن تجلب كل هؤلاء السائقين وفقط لفترة قصيرة. هذه طبعا يعني مسألة فيها إجحاف لحقوق العاملين الأوروبيين في بريطانيا، والآن بريطانيا نراها تتراجع، تتنازل، وتكسر كرامتها وفخرها الذي لطالما أملت يعني الإعلام أثناء حملات الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أنها أرادت أن تعتمد على القوى البريطانية العاملة. ولكن المشكلة أنه لا يوجد تقريبا سائقي شاحنات بريطانيين، جزء منهم تقاعد، جزء آخر لا يقبل الأجر الزهيد، وجزء آخر لا يريد أن يعمل في هذا العمل. لذلك بريطانيا متعلقة جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا في هذا الحبل السري الذي قطعته مع القارة الأوروبية وبالتحديد الاتحاد الأوروبي. وسيأتي يوم يندم، وبدأ الشعب، قطاعات واسعة من الشعب البريطاني بدأت تندم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما تراه الآن من أزمات وآلام مستمرة في الشارع. شكرا، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من كامبريدج الدكتور مكرم خوري مخول الباحث في الشأن البريطاني، شكرا جزيلا لك.